التنسيقيه التنسيق بين المحافظات حقيقه هذه الهيئه عملت بكل هذه الفتره يعني كعمل استشاري، وحقيقه مجالس المحافظات غير ملزمه بقراراتها، واكيد هي هذه الهيئه عملها التنسيق بين المحافظات اذا اصبح هناك اشكال، وليس التدخل في عمل مجالس المحافظات. وإذا كان صلاحياتها التدخل في عمل مجالس المحافظات فعليها أن تجلس في 15 وحدة في 15 محافظة عراقية وتدير هي المحافظات، ونحن يعني نغادر هذه المجالس. أكيد يعني عملها كان في الفترة الماضية عمل جيد، ونحن نستأنس برؤية الهيئة التنسيقية، ولكن لا يجب التدخل. واليوم كان قرارها هو مخالف للمادة 24 الذي ذكرناه في بياننا، بأن الصلاحيات تحولت من مجالس الأقضية والنواحي إلى مجالس المحافظات. حقيقة ما أود أن أبينه لحضراتكم، بعد حل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي نهاية عام 2019 وإصدار قانون مجلس النواب يخول مجلس المحافظة بصلاحيات مجالس الأقضية والنواحي المنحلة، الآن كل هذه تحولت إلى مجلس المحافظة. مجلس المحافظة كما تعلمون الآن باشر أعماله ما يقارب الخمسة أشهر بعد أن أكمل انتخاب الحكومة المحلية، رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس، المحافظ، نائبيه، وأيضا شكل اللجان ومضينا بالحكومة التوافقية. هناك كتلتان في مجلس المحافظة، كتلة تحالف نينوى المستقبل 16 عضو مجلس محافظة، وهناك كتلة نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني يشكلون 13 عضو مجلس محافظة. من خلال حقيقة كتلة تحالف نينوى المستقبل أرادت المضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية والقانونية والانتخابية من خلال عملية الرقابة والتشريع ورسم السياسات، إلا أنها واجهت عدم جدية من قبل الكتلة الأخرى بما يتعلق بسد الشواقر التي وجه دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني في زيارته الأخيرة قبل ما يقارب 3 أشهر إلى قضاء سنجار، ووجه بضرورة انتخاب قائم مقام سنجار وإكمال جميع الشواقر للوحدات الإدارية. الكل يعلم هناك 7 وحدات إدارية تدار بالوكالة، هذه طرحت من قبل مجلس المحافظة وعرضت على المجلس بتواقيع من أعضاء مجلس المحافظة. كما ترون يعني أعضاء مجلس المحافظة تقدموا بطلب لعقد جلسة اعتيادية ومقيم عليها 16 عضو مجلس محافظة، هذا طلبوا أنه هذه الشواقر هي سنجار وتلكيف وتل الأحفر والشورى وأيضا المحلبية وربيعة وبعشيقة. بعد أن استلمنا رئاسة المجلس هذه التواقيع، بادر السيد رئيس المجلس إلى تحديد موعد للجلسة في المكان والزمان المحددين، وكان جدول الأعمال هو سد الشواقر. وبعدها بعد ما عقدت الجلسة أيضا تقدم أعضاء مجلس محافظة نينوى بعد ما أكملنا سد الشواقر يعني هنبدي بها، تقدموا بطلب، طلبوا منا إعفاء وانتخاب كما تلاحظون موقعين 19 عضو مجلس محافظة حتى 3 من الكتلة الأخرى يعني موقعين ويانا، تلاحظون يعني سبهان الحديدي وأيضا أحمد العبد ربه والدكتورة سارة موقعين مع هذه أيضا، كان رؤيتهم أنه إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية حسب القانون وحسب الآليات القانونية اللي وضعها لنا قانون 21، ويعني الذين مضى عليهم فترات طويلة. بعد ما استلمنا هذا الطلب رئاسة المجلس طلبنا التصويت لإدراج فقرة في جدول الأعمال، أكيد يعني بالأغلبية البسيطة حصلت الموافقة وتم إدخال في جدول الأعمال. إذا تلاحظون إحنا عندنا 31 وحدة إدارية حسب الاستحقاق الانتخابي ككتل من تحالف نينوى المستقبل وكتلة نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني كتقسيمات
يعني احنا لنا 19 وحده اداريه ويبقى لنا 12 وحده اداريه للاخوان في الكتل الاخرى. بعد ما دخلوا الجلسه وقاطعوا احنا من عندنا ما اخذنا استحقاقهم وحصتهم، بقيناها موجوده الان. وقسم من هذه الكتل ايضا يعني الوحدات الاداريه ومنها قضاء تل عفر، يعني كان تنسيق مع رئيس كتله الحسم في اختيار قائم مقام تل عفر للعلم، وقسم ايضا من عندهم عندهم مواقع اداريه كمديريات عامه، فايضا قاطعوا الجلسه وما رادوا وحدات اداريه، رادوا تبقى المواقع كما الحال في مديريه تربيه نينوى وغيرها. وقسم منهم رؤساء وحدات تنازلوا بها يعني لجهات اخرى مقابل استلام او مواقع تنفيذيه اخرى كما هو الحال في حمام العليل وغيرها من النواحي. حقيقه بعد ما يعني ثبتت الاسماء 14 وحده اداريه وكل رئيس وحده اداريه تم اعفائه وانتخابه على حده ضمن الاطر القانونيه والدستوريه. الاغلبيه في محافظه نينوى هم من العرب الاغلبيه، ولكن للاسف الان المحافظه من عام 2003 تدار من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. اليوم القرار السياسي عاد الى محافظه نينوى من خلال كتله نينوى المستقبل. نحن لا نريد ان نهمش احد، من يعترض على قرارات مجلس المحافظه هو المحافظ، ومجلس النواب يستطيع القاء قرارات مجلس المحافظه بالاغلبيه البسيطه، والمتضرر يلجا الى القضاء، هذا هو القانون وهذا هو الدستور. لا يوجد شيء في القانون اسمه تعليق عضويه، ما يوجد. نطلب منهم ان يكونوا معارضه حقيقيه وياتوا في مجلس المحافظه يراقبوا عملنا، يراقبون شلون بدنا نشتغل، اللجان شلون تشتغل، شلون نستجوب، شلون نشرع قرارات، شلون نرسم سياسات. احنا اليوم الحكومه الاتحاديه تنظر الى نينوى بالعين الكبيره قولت العرب، اذا هذا الارباك ما يريد ينعكس على الشارع. العمليه اللي مارسناها هي عمليه قانونيه دستوريه لا تستوجب هذه الشوشره.